سنه 84، ده حفيد كابتن حسن شحاته ما شاء الله دلوقتي بيلعب كره مثلا قرب يخش درجه اولى. طب فاكر يعني جول ابو تريكه البنالتي بتاع محمد فاروق؟ يا راجل ده الفرق بين الاول والثاني كان حوالي 18 19 نقطه. كلها حاجات حاجات حاجات. عشان كده عنوان حلقه النهارده كان واخواتها. ليه كان واخواتها؟ كان امسى اصبح ما زال ما دام. كلهم مرتبطين، كل الاحداث اللي حواليك سواء كانت امور تحكيميه مش جديده. يوم في السنه هيطلع لك يعني محمد عبد القادر مرسي، هيطلع لك السيد فتحي، هيطلع لك احمد حمدي، هيطلع لك شريف رشوان، هيطلع لك محمد فاروق، هيطلع لك اي حد، هيطلع اي حد، محمد ابو خاطر، هيطلع لك اي حد، محمد محمود لطفي، اي حد، اي حد هيطلع لك ما تقلقش. اليوم ده جاي جاي من ثوابت الحياه زي يوم الحد او يوم الثلاث. اليوم بتاع السنه ده ثلاث اربع ضربات جزاء وعندنا ثلاثه هاتريك زي ما قلت لكم، امين عمر واحمد حمدي وعبد العزيز السيد، ثلاثه هاتريك، ثلاث ضربات جزاء في ماتش واحد. فانت عندك يوم الحد ويوم الثلاث مش هيتغيروا، هيجوا، اليوم ده هيجي هيجي. بتستناه يجي كل سنه. طيب عشان تكمل كان واخواتها، عشان تكمل كان واخواتها كان لازم تيجي قرعه دوري ابطال افريقيا. وبدل ما نشوف المسانده والمساعده والمؤازره والبطل الوحيد اللي موجود والاسم الوحيد اللي موجود في دوري الابطال، الناس بتشكك في القرعه. وفاء سطيف اجمد بكتير من حورية الغيني. عشان انت بعيد عن البطوله الافريقيه والناس اللي مش مدركه، حتى لو ما كانش عندها ميول في كره القدم، مش مدركه او مش عارفه ان حورية الغيني هو احسن فرقه في الاربعه التوالي، احسن من الترجي في الوقت الحالي. انا بتكلم في الوقت الحالي، في الوقت اللي احنا فيه ارقامه اعلى كتير جدا من الترجي. الترجي خسر 3 او 4 مباريات في مشواره في 8 لقاءات مش 10، احسن كتير جدا من وفاء الصيف. وفاء الصيف اللي خسر 4 مباريات من اصل 8، احسن من اول اغسطس اللي خسر مباراتين. ارقامه عاليه جدا، عنده حارس مرمى كبير جدا، كان في منتخب السنغال حتى في كاس العالم اللي فات ده حارس الاساسي لمنتخب السنغال. لكن انت بعيد عن المشوار الافريقي، بعيد عن البطوله الافريقيه، فبالتالي مش عارف انت مهمك بس الاسماء وخلاص. لا، لازم تكون مدرك، لازم تكون متعايش مع اللي حواليك. الفرق اللي موجوده دلوقتي مميزه جدا، وايه الفرق اللي مش مميزه؟ فالتشكيك حتى في القرعه. عشان كده قلت لحضراتكم كان واخواتها مش هتغيب عن الساحه، مش هتغيب عن الساحه، لان كان وامس هو نفس الكلام، واصبح بكره هو برضه هو يبقى نفس الكلام، وما زال هو نفس الكلام، وما دام هو برضه نفس الكلام. مفيش حاجه هتتغير. كان واخواتها لها علاقه كبيره جدا بالنادي الاهلي واللي حوالين النادي الاهلي. كان واخواتها لها علاقه كبيره قوي قوي قوي. عشان كده مع فريق الاعداد النهارده اخترنا كان واخواتها. المدرك للبطوله الافريقيه والمتعايش مع البطوله الافريقيه، وبقول الكلام ده لينا قبل غيرنا، بقول له للجهاز الفني، بقول له للعيبه، حورية الغيني هو احسن فرقه في الاربعه، افضل فرقه في الاربعه هو حورية الغيني. خسر مباراه واحده بس بفارق هدف من الوداد المغربي، ما خسرش اي مره اي مباراه ثانيه. عدد او حصيله مبارياته 10، لعب 5 اكيد بره و5 جوه. تخيلوا فرقه بتخسر مباراه من الخمسه خارجيا، مستواها هيبقى عامل ازاي؟ مستواها كده هيبقى كويس، مليار في الميه هيبقى كويس. حتى وهي بتلاعب سان داونز اللي هو كان بطل البطوله من سنتين فاتوا، اتعادلت معاها في جنوب افريقيا. صحيح سان داونز مش هو سان داونز اللي لعب الزمالك وكسبه 3، لكن مش يعني برضه فرقه على ارضها كويس، على ارضها كويس، اتعادلت معاها 0-0. فعلى الجميع ان يعلم ما هو حورية الغيني. لكن من الثوابت برضه اللي موجوده ان انت بتتعلم كل يوم او بتتاكد لك كل يوم حكمه مهمه قوي قوي تاخدها في حساباتك. لا يحك ظهرك الا ظفرك. محدش هيحس بيك الا انت. وعلى المستوى الافريقي بقى انا ما عنديش مشكله على فكره، وفي ناس كتير جدا ممكن تقول لي لا ايه اللي بتقوله ده، لكن هو ممكن يبقى واقع. يعني في ناس كتير قوي في المشوار الافريقي مثلا، يعني انا مثلا وانا بتفرج على بطوله افريقيا والاهلي مش موجود فيها، يعني بالعكس اكيد هتبقى منتمي للفرقه المصريه. يعني زي ما كنا فرحانين جدا جدا ببطوله اول بطوله افريقيه خدها نادي الاسماعيلي، او حتى انا فاكر كويس قوي والله، فاكر موسم 2000 الاسماعيلي كان خسر بطوله من انيامبا لو تفتكروا. مباراه كانت يعني ايدي مايه الله يسامحه
يعني كان حكم اللقاء يعني تجنن بشكل كبير جدا على الاسماعيلي في المباراه ديت، وما تلعبش المباراه اصلا 90 دقيقه، تلعب فيها حوالي 15 16 دقيقه بس، والاسماعيلي كان احق باللقب في البطوله ديت. كنت مؤازر جدا للاسماعيلي، فمش فارقه معايا يعني طالما الاهلي مش موجود لا هتروح لفرقه بلدك، الفريق اللي بيمثل بلدك. لكن احنا في الاواني الاخيره كتير جدا بيطلع وبيتباهى بده، ومع ذلك المفروض ما نزعلش، ما تزعلش يعني، المفروض انت ما تزعلش ما تتضايقش. يعني انت بتغير المثل الشعبي، عارفين المثل الشعبي اللي يقول لك ايه؟ يقول لك انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. الاهلي بقى في افريقيا غير المثل ده خالص، قال لك انا واخويا على ابن عمي، وانا واخويا على الغريب، عشان ابن عمي لسه قادم بس احنا مستنيينه يجي بالسلامه ان شاء الله. فاصل ومكملين معاكم النهارده، يوم مهمه جدا، وكان واخواتها.